الست كان عندها حوالي 70 سنة، كانت موجودة في البيت لوحدها، شاب عنده 23 سنة، يعني قد أحفادها، بيدخل عليها الشقة. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة. وحادثة في الحقيقة صعبة جدا حصلت في مدينة الإسكندرية، أحداثها كالتالي. الجهات الأمنية في اسم شرطة الجمرك بتتلقى بلاغ من الأهالي بيقولوا إن هم عثروا على ست في العقد السابع من العمر، يعني تقريبا داخلة في 70 سنة، وكانت غرقانة في دمها، مقتولة وفي الشقة لوحدها. طبعا الجهات الأمنية بتتعامل مع الموقف ده وبتبتدي الإجراءات الطبيعية، من أول رفع البصمات، متابعة الكاميرات وتفريغ الكاميرات اللي موجودة في المنطقة دي، لو في أي كاميرات بترصد مدخل العمارة أو البيت اللي موجود فيه الحادثة. طبعا بيبتدوا يستجوبوا الجيران وبيستجوبوا القرايب. في الحالة دي بيبقى الغموض هو المسيطر على الموقف، خصوصا لو كانت الست عايشة لوحدها، محدش بيزورها ومحدش كان موجود معاها في التوقيت ده في الشقة. المفاجأة اللي كشفت عنها التحريات انه الست دي كانت قبضة معاشها اللي هو حوالي 800 جنيه كان موجود معاها، كانت لابسة حلق ذهب، قرط ذهبي، حلق ذهب في ودنها، كانت موجودة لوحدها في الشقة في التوقيت ده. لم تذكر التحريات يعني أو التقارير الصحفية الواردة حوالين الموضوع ده إنه في حد عايش معاها وما كانش موجود في التوقيت ده، ولا هي كانت عايشة لوحدها. المهم في ولد نجار من المنطقة دي عنده 23 سنة، الولد ده التحريات بتقول إنه كان بيمر بأزمة مادية، أزمة مالية، راح شاف الست دي وهي لابسة حلق ذهب في ودنها، قرر وعقد النية وظبط نفسه انه يطلع على الست دي في شقتها علشان ياخد منها الحلق الذهب ده وياخده ويبيعه ويتصرف فيه. فدق عليها الباب، الست بأمان طبعا، ده قد حفيدها، فتحت الباب على طول، هجم على الست دي وعايز ياخد منها الحلق الذهب. تخيلوا قد جدته، ست كبيرة في السن، ست لوحدها في المكان، علشان حتة صفيحة، حتة معدن، والله لو حتى ملايين لا يساوي اللحظة القاسية جدا اللي شاب صغير يجي على ست ضعيفة عايشة لوحدها في المكان ده ويهجم عليها بالمنظر الصعب ده، بيمسك الإشرب اللي كانت لابساها يا حبيبتي الله يرحمها ألف رحمة ونور عليها، وبيهجم على الست دي وبينزع منها الحلق، بتقومه بيزقها على الأرض، بتقع على الأرض، بيلف الإشارب حوالين رقبتها علشان صوتها ما يوصلش للجيران، بيقرر إنه يجرجرها، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنه يجرجر الست الكبيرة دي و لغاية أوضة النوم اللي جوه الشقة علشان محدش من الجيران يسمعها بتستغيث. بياخد منها، بينزع منها الحلق، الله ينعل أبو الحلق، الله ينعل أبو الفلوس، الله ينعل أبو الثروات، الله ينعل أبو المال اللي بتخلي البشر يعمل في بعضه ويعمل في أهالينا وفي الستات الكبيرة وفي الرجالة حتى الكبيرة اللي احنا متوصيين ان احنا يعني نرفق بيهم ونساعدهم. فبيلف الإشارة حوالين الست دي علشان يخنقها، وبياخد الحلق وبياخد 800 جنيه حبيبتي المعاش اللي هو كل حلتها. الست اللي عندها ثروة في البيت ولا عندها أموال، ولا لقى تحت السرير خزنة فيها كم مليون، ولا لقى في البنك حسابات قد كده، ده هو كل اللي بتتحصل بيه عشان تاكل وتشرب 800 جنيه دول، فبياخدهم وما بيكفهوش اللي عمله في الست دي علشان ما تعترفش عليه. حس ان هي لسه فيها النفس من بعد ما خنقها وضربها وكان قاسي عليها جدا، الابشع انه بيروح لغايه المطبخ وبيجيب سكينه وبيرجع مطعنات كتير، يعني كانت موجوده في تقرير الطب الشرعي، طعن الست دي في اماكن متفرقه ما بين الصدر والبطن وهي مخنوقه، يعني كانت لسه فيها النفس
فحب ينهي عليها تماما، ربنا ينتقم منه يعني. هو فعلا ربنا ينتقم منه، لان انا هقول لكم اللي حصل بعد كده، وبطعنات كتير جدا طعنها لغايه ما دمها سال طبعا وفرقت الحياه الله يرحمها. طبعا يهرب، تحريات المباحث بتكشف بعد جهد محترم جدا من رجال الامن مين دخل المكان ده، الكاميرات اللي موجوده في الشارع، شهاده الجيران، مين كان بيتردد عليها، لغايه ما التحريات والمعلومات اللي وردت من اجهزه الامن بتثبت تورط الشاب ده، بيتم القبض عليه، صاحب ال 23 سنه النجار بيتم القبض عليه والتحقيق معاه، بيعترف وبيمثل الجريمه. النيابه على طول بتحوله لمحكمه الجنايات الاسكندريه. بعد عدد من الجلسات بيكون الحكم من محكمة الجنايات بتحويل أوراق الشاب ده لفضيلة المفتي لارتكابه جريمة قتل مقترنة بسرقة. موقف صعب جدا، ولا أموال الدنيا زي ما قلت لحضراتكم بتستدعي ان احنا ننهي حياة اي شخص، حتى لو شاب قدنا، حتى لو راجل هنقول انه زي الحيطة، وحتى ما بالكم ان احنا بنتكلم عن ست في العقد السابع، يعني ست دخلة في 70 سنة، كمان جدة ضعيفة البنية قليلة الحيلة، ازاي هتقاوم ديب مسعور زي حد عنده 23 سنة؟ ايا كانت ظروفك يا اخي، انت ليه تحملها لشخص تاني وتدفعه الضريبة؟ انت عندك ازمة مادية، عايز تتنيل تتجوز، شاري بيهم زفت ومديون بيهم، شاري حاجات واتدينت، عايز فلوس علشان تتنيل تدبر احوالك مهما كانت هي ايه. دي قضيتك انت، دي ظروفك انت، عالجها، اشتغل، طور نفسك، اكسب فلوس، ده موضوعك انت. لكن انت عايز فلوس واللي يدفع الفاتورة شخص تاني ليه؟ ليه الست المسكينة تدفع ضريبة فشلك انت حياتها، أذاها، تعذبها وقت عصيب مر بيها، تنهي حياتها ليه؟ توجع قلب أهلها ليه؟ تعمل حسرة وحزن في عيلتها لما تفقد جدتهم بالشكل البشع ده ليه؟ أرجوكم فوقوا أي حد في الدنيا، شيطان بيوزه، شيطان نفسه بيحركه لأنه يغتصب شيء مش حقه، هتكون نهايته زي نهاية الشخص ده. الله يرحم الست، ولعل طرحنا القضايا من دي جرس انذار وتوعية علشان ما يجيش يوم من الأيام حد يلاقي نفسه جاني أو مجني عليه، مذنب أو ضحية. شكرا لحضراتكم، ونلتقي إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات المحاكمة. دمتم بخير.